انا ست اميره، وبعدين نكمل الفكره بتاعه الحلقه اللي هي في بدايه السنه اللي هي حياتك مش هتوقف. استاذه اميره، السلام عليكم. الو، عليكم السلام. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا اسفه بس اخرج عن موضوع الحلقه. اخرجي براحتك، احنا لسه ما دخلناش. قولي. ماشي. انا كان عندي اختي، هي كانت متفوقه في دراستها جامد جدا، وكانت نشيطه وكده، ففجاه نامت في دراستها خالص، وفجاه ما مش عايزه تخرج من البيت، ووزنها زاد، وحاجه اكتئاب كده من غير اي سبب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هو كده من غير اي سبب. عندها كام سنه؟ عندها 20 سنة. 20 سنة بس كانت الدراسة، ومش عايزة تفتح كتاب وتدخل الامتحانات الثانوية العامة 3 مرات لا، 20 سنة لسه في الثانوية يا بابا؟ نعم، 20 سنة لسه في الثانوية ولا في مرحلة؟ ايوه. يعني الظروف بتاعت كل شهر بتجيلها بالشهر ونص. ماشي، فاهم. ده طبيعي ان العاده الشهريه او الدوره الشهريه بتاعتها تجي لها كل شهر ونص، لان هي كده شكلها. لا، بتقعد عندها بالشهر ونص. بتقعد عندها بالشهر ونص؟ يعني اول مره، يعني هي عندها حاليا بقى لها شهر ونص اول مره تحصل كده. استحاله تكون دي عاده شهريه، لازم تكشفوا عليها. ما احنا كشفنا عليها مرتين وما فيش اي حاجه. يعني اي الدكاتره بيقولوا ما عندهاش اي حاجه. اعملوا لها تحليل هرمونات يا بابا. ما فيش اي حاجه خالص. يعني طيب كملي. ما فيش اي حاجه. جبنا كذا شيخ ويقولوا ان هي معمول لها سحر، واحنا شفنا واحده بتاخد حاجه من حاجتها. فاحنا مستحرمين ان احنا نقرا عديت ياسين، مستحرمين. ما فيش حاجه اسمها عديت ياسين يا بابا، كتر خيرك. ما فيش حاجه اسمها عديت ياسين. طب احنا نعمل ايه؟ طيب حاضر 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 حاضر. هبتدي من عند اميره، يعني قبل ما اخش في صناعه الامل هبتدي من عند أميرة. أختي متفوقة، ومرة واحدة وزنها زاد، وبعدين العذر الشهري بيقعد معاها شهر ونص، طبيا ودينيا وفلكيا وبيولوجيا وجغرافيا. مفيش عذر يقعد شهر ونص. هي فكرة العذر بيجي منين؟ أنا أي ست عندها مبيضين، كل مبيض بيفرز بويضة بالتناوب كل 28 يوم، هي الفكرة في كده. فلما بيفرز 28 يوم البويضة إذا لم تخصب في الطور، في يعني هي ليها كذا طور، إذا لم تخصب بتنفجر. البويضة دي حاجة صغننة كده، فالدم بتاعها مجرد ما ينزل بينقطع. ايه اللي بيحصل؟ بعض الفضليات بيبقى عندها برجلة في الهرمونات، او ضغط نفسي او ضغط عصبي، بينزل اي دم على اي شكل. ممكن بقى ينزل دم لونه احمر ولونه مقدر قريب من العذر الشهري، لكن ما هوش عذر شهري عشان ما نفتيش بس بالفاضي كده. العذر الشهري العلماء لما تكلموا قالوا اقصى مدة له 15 يوم، وما بيبقاش متدفق، يعني بيبقى حاجات كده بسيطة. اذا لازم ناخد الشق الطبي. الحاجة التانية بقى، البنوتة دي كانت متفوقة وهب وهب وهب. وارد تكون اتحسدت، وارد يكون حصل لها اي حاجة. اللي مش وارد واللي انا مش هقبله منطقيا، اصل احنا وديناها للشيخ. يا اخوانا، الشيخ ربنا سبحانه وتعالى ما حبهوش بالقرآن والدين علشان الناس يقفوا عنده طابور ويقعد يكتب لهم حجاب او يرقيهم او اي حاجة. الشيخ ربنا سبحانه وتعالى حباب العلم عشان يعلم الناس ويفهمهم، وعشان يدعي للناس لصلاحه. طب انا اعمل ايه بداية؟ وهقول مرة ومليون وعشرين، اي دجال، اي ساحر، اي مشعوذ، اي حد ماشي في سكة الاعمال، لابد قانونا ان يحاكم محاكمة القاتل. تاني مرة ومليون وعشرين، اي دجال لازم نقطع رقبته. لكذا حاجة، لكذا حاجة. بيعبث بامن الدولة؟ بيعبث بامن الدولة. بيسيء الى الدين؟ بيسيء الى الدين. بيقتل ناس؟ هو بيؤثر على حياة الناس، بس خد بالك ان كله بامر الله. طب انا وظيفتي كشخص ايه؟ انا ما اروحش لحد ما يقوليش اصله هو يا مولانا بيعالج بالقران. القران كتاب هدايه، ربنا سبحانه وتعالى اختار لنا منه بعض الايات اللي ممكن نرقي نفسنا بيها، اللي ممكن ايه؟ نرقي احنا نفسنا بيها، مش نروح للشيخ يرقينا بيها. يعني ايه؟ يعني انا احط ايدي على راسي كده مضاد حيوي. ايه المضاد الحيوي؟ ايه الكرسي الصبح وبالليل. على راسي، احط ايدي على راسي كده واقرا آية الكرسي صبح وبالليل. تحصينا، من قرأها حين يصبح لم يمسه سوء حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي لم يمسه سوء حتى يصبح. ما جيش حد يقول لي ازاي، هو جه في فضلها كده. سمعت واطعت. جزء من انها تكون فعاله معاك، جزء من ان الماده الفعاله في آية الكرسي يكون شغال، يقينك بان ما جاءك من الله حقيقي. مجرد انك هتخرج وتقول لي اصل انا رحت للشيخ فلان، لا، انت كده غلطت. مش عايزين نفتن الناس بقرآنهم، عايزين نهدي الناس بقرآنهم. أختك يا أميرة محتاجة إن احنا نحوطها شوية،
ونروح لدكتور ونعمل تحليل هرمونات، ما نشوف يمكن هرموناتها مش مظبوط، ما نشوف يمكن حصل لها دروب في حياتها. ما فيش حاجة يا شيخ، نشغل اي سورة البقرة في البيت ونرقيها بآية الكرسي والفاتحة والإخلاص والمعوذتين، وندعي لها ونخليها تصلي، ونقعد جنبها لو هي اتأخرت في الدراسة شوية. وإيه يعني لو قعدت دراسة، قعدت من الدراسة سنة، بس ما حطش في دماغها ان انت يا بنت معمول لك عمل، وان مرات عمك خدت منك شعرتين ولا خدت مش عارف ايه وادتك. يا جماعه احنا ما شفناش الكلام ده في عهد سيدنا النبي، يعني ما شفناش الكلام ده بينتشر قوي في عهد سيدنا النبي. احنا بنقول في سحر وفي دجل وفي شعوذه، كون الكلام ده ينتشر في 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 وقتنا ده مع التقدم العلمي ده، يبقى احنا بعاد عن سيدنا النبي، يبقى احنا كده بنوظف الدين غلط، يبقى احنا كده نستحق اللي بيجرى لنا. إذا كنا مش عارفين نحافظ على ديننا، إزاي نقدر نحافظ على أوطاننا؟ وإزاي نقدر نحافظ على بيوتنا؟ إحنا مش قادرين نحافظ على ديننا من نفسنا مش من حد. لما ألاقي واحد مسلم يقول لك أصل بتاع عفاريت وبتاع وأصله شيخ بالقرآن، أنت حافظت على دينك؟ أنا منتظر منك إزاي بعد ما أهنت دينك تحافظ على وطنك، تحافظ على بيتك، تحافظ على عرضك. الفكرة يا جماعة في موضوع الدين إن الدين ده أسمى حاجة عندك. فما احبش اسمع اصل روحنا للشيخ فلان، في حد بيبتلى وفي حد بيسحر، لكن في حد ايمانه قوي فبيقول ربنا يا رب انت الشافي المعافي، مش هروح لحد ومش هدي فرصه لحد يعمل دجل وشعوذه باسمي.